ميركافا دبابة إسرائيلية محلية دخلت الخدمة عام 1979، ولها عدة إصدارات أحدثها ميركافا 4. تمتلك دروعاً قوية، لكن مقدمتها الثقيلة تقلل من سرعة رميها، لأن مدفعها يميل إلى الأسفل أثناء إطلاق النيران. تتسلح بمدفع رئيسي من عيار 120 مليمتراً، ومدفع الرشاش بعيار 60 مليمتراً، وتحتاج لطاقم مكون من 4 أفراد لتشغيلها. يبلغ طولها 7.6 بالعشرة متر بدون المدفع، وعرضها 3.72 متر بارتفاع 2.6 بالعشرة متر. يبلغ وزن الميركافا 65 طناً، وتعمل بمحرك ديزل بقوة 1500 حصان يدفعها بسرعة قصوى تصل ل 60 كيلومتر في الساعة.